السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. حناخذ فكرة كيف نتعامل مع أكثر من نافذة مع الجافا اف اكس. طبعا أنا هذا البرنامج اللي عندي، خلونا نعمل أبليكيشن آخر، جافا بروجكت. جافا بروجكت، أوتش. نعمل هنا نيو، نعمل أذر، جافا اف اكس، وير ار يو، اف اكس بروجكت، أعمل نيكس. خلي نسميها مثلا جافا اف اكس 2، حلو. اعمل فينيش. طيب هنا خلينا نشوف السورس. السورس بيعطيك المين وبيعطيك سي اس اس. خلينا نجي نعمل الواجهه. هذا الواجهه حنعمل عن طريق الاف اكس ام ال، اذا اذر، وبنختار من نفس القائمه اف اكس. في عندنا اف اكس ام ال دوكيومنت، نعمل نيكست. بنسميها مثلا مين 1، نضغط على فينيش. طيب في عندنا المين 1، خلونا نجي مرة أخرى نعمل على جافا فيكس. أوكي هذا المين 1 داخل الابليكيشن. نعمل واحد آخر أذر، بنسميها أيضا FXML، وحنسميها بالمين 2. إذا هذا عندي أنا واجهتين، واجهة الأولى واجهة الثانية. فليكن الواجهة الأولى على شكل لوجن، خلينا نسويها على شكل لوجن، أو خلينا نعملها على شكل لوجن لنسويها باللغة أو باللهجة العراقية، بمعنى نعملها. نعمل رايت كليك، اوبن سين بيلدر. طبعا هنحتاج الأشياء سي اس اس. ممكن نخطف السي اس اس صح؟ خلينا نجي على هون ابلكيشن، خلينا نسرق المحتويات، ربي سامحنا. نعمل كوبي و نرجع لل CSS Alt Paste. طيب نعمل هنا Save، هذا نغلقها، نغلق هذا البرنامج. الآن عندنا CSS حاضر، Control S. طيب في عندك أنت المين 1. في المين 1 أنا حعمل واجهة اللوجين مثلا Right Click Open With Scene، لا تنسى هذا الشيء، بيفتح لك بالسين، بالسين لو بالصاد. طيب عندنا الانكور بين، في عندنا الانكور بين، لكن الانكور بين ما بيبين. طيب فينك يا انكور بين؟ طيب ما عندنا مشكله، خلونا نجي هنا نكتب الليبل. في عندنا ليبل، نسحب الليبل، خلينا نعمل انتر، هذا هو، نعطي له سايز معين. حلو، هذا هو السايز. طيب فين الليبل؟ الليبل هو هذا، بنسحب الليبل هون، نعمل ليبل آخر، نعمل ليبل ثالث هون، حيكون هذا الليبل for example status مثلا، أو capital status. حلو، هذا هو الستاتوس. طيب black خليكم باللون الأسود، ممكن تغييرها بالسي اس اس، ما نحتاج هذا الشيء. رايت كليك سيف، خلونا نجي نعمل بريفيو سين، نضيف الشيت. الشيت هو الابلكيشن سي اس اس، نتاكد انه من السورس جافا اف اكس 2. لاحظ جافا اف اكس 2 هو اوتوماتيكيا بيجدها. طيب عملنا لود، كون انه الليبلز احنا لحد الان ما عملنا لها اسم معين، فلذلك ما ياخذ هذا الافكت. طيب هذا تكست، اسم البرمجي، تعطي له اسم برمجي لكل ليبل، فليكن هذا ال بي ليبل 1، هذا حيكون ليبل 1، هذا حيكون بالليبل 2 طبعا رقم 2. اوكي اذا عندك ليبل 1 ليبل 2 ليبل 2، اعمل انتر حتى يحفظها، ليبل 1 ليبل 2. طيب هذا حيكون الليبل 3، انتر، تعال هنا اعمل السيف. خلونا نشوف هذه الاشياء اللي موجوده في المين اف اكس ام ال. لاحظ تم اضافه لي ليبل، لاحظ 1 2 3. طيب هذا بالنسبه للليبلز. ال بي 1 ممكن انا اخذ احد ال، او ممكن اخذ الليبل بنفسه، الاسم الليبل بنفسه. يعني مثلا الان انا عندي الانكور، هذا كان الاسم، ممكن اضع له مثلا اعطي له كلاس دوت ليبل، صح ليبل. خلينا نعمل سيف، خلينا نعمل ران.
هذا بيشغل لك ال FX1 اللي هو هذا. هذا اشتغل عندك الان. الليبلز هون موجودة. طيب ليه ما اخذها؟ انت عندك اسم برمجي، اوكي عندك اسم برمجي لكن ما اخذ الاسم الليبل. في شي هون احنا ما عملنا. زين LB1 خلونا نعمل هنا هاشتاج سيف، نجي نعمل ران. ما ظهرتنا main. طيب هو هذا مع من مربوط؟ لاحظ احنا في مصيبة هون موجودة صح؟ اذا احنا مفروض من عندنا هذا نربطها مع من؟ لاحظ هنا احنا قمنا بربطها مع المين. طيب اخذنا من هذا غشينا، نرجع لي FX2. لاحظ هذا هو border pane، عادي جدا اكيد ما راح يظهر هذا الشيء. فاحنا لازم يكون عندنا root، وهذا الروت مؤشر على من؟ main 1 fxml main 1. اعمل save، خلنا نرجع هون. لاحظ الليبل تم تغيير لونها. لو اجينا عملنا run لاحظ الليبل تم تغيير لونها، تم تغيير لونها. طيب مش فقط انه احنا بدنا اللون، احنا ايضا نريد ليبل، ما حاجة انه نغير اللون، بس ممكن انه احنا نغير فيها مثلا الفونت سايز. اوكي طيب لو جينا رجعنا مرة اخرى وكتبنا هذا دوت ليبل، ليبل ككلاس نستخدمه وليس اي دي، خلنا نعمل سيف نرجع. لاحظ تم عملها اوتوماتيكيا. اذا هون احنا ما نحتاج نغير الباك جراوند، بس ممكن نعمل بادينج. نعمل بادينج سيف. لاحظ ليبل بمعنى انه حياخذ الافكت للجميع. لاحظ بياخذ الافكت للجميع. الليبل الاول خلي يكون هذا الليبل الاول، هذا هو الاي دي. طيب نذهب للبروبرتي فيها تكست، حنكتب هنا مثلا يوزر نيم صح، نعمل انتر تغير الى يوزر نيم. هذا حيكون فيها مثلا الباسورد، انتر حيكون فيها الباسورد. جميل جدا. طيب الفونت، لاحظ سي اس اس هو اللي بيتحكم في الفونت. ممكن تغيير الكالر، يعني مثلا التكست فيل، ممكن تغيير الكالر للليبل. تعمل هنا عن سيف، نرجع هون. لاحظ اصبح باللون الابيض. طيب احنا ممكن الكالر هذا نغيرها بلون اخر، بيك كالر، نختار مثلا اللون هذا سيلكت، اعمل السيف. وهذا ايضا لا تنسى انه انت تعمل السيف، لاحظ كان يحتاج الى السيف. تعمل الرن، نوت ذس وان، رن، يلا that's it. username password status. طبعا احنا عملنا padding هنا. طيب خلنا نشوف التايم، وقت الجواز. خلنا نوقف نكمل درس القادم. مع السلامة.